منا كمان على التليفون دكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار. مساء الخير دكتور عصام. اهلا، مساء النور يا استاذه لب، كل سنة وحضرتك طيب يا دكتور. وحضرتك طيبه وكل الشعب المصري طيب وبخير دايما يا رب. ليه بنحتفل؟ ليه بنفتكر اليوم ده دكتور عصام؟ لينا ولولادنا كمان. احنا بنفتكر اليوم ده يا دكتوره ربنا لانه الحقيقه هو استرداد مصر مره اخرى. ايوه فندم. مصر كانت مختطفه، او خلينا اقول دايما، انا بقول التعبير ده من دايما، انه احنا بنعتبر انه ثوره 30 يونيو هي بمثابه صدمات الكهرباء لقلب مصر ليعود الى النبض من جديد. لانه الحقيقه علشان نعرف قيمه وعظمه ما حدث في 30/6، ان هو هذا لم يكن وليد سنه او اثنين او ثلاثه. هذا مخطط من العشرينات يا فندم، زرع جميع هذه الجماعه في مصر لاختطاف مصر وتقسيمها. ولهذا اللي عمله الشعب المصري في 30/6 ووقوف قواتنا المسلحه لم يكن فقط ضد جماعه الاخوان، لكن ضد جماعه الاخوان ومن هم من ورائهم، اللي بيعملوا زي ما بقول لحضرتك على مدار عشرات السنوات للوصول الى هذه اللحظه اللي هي السنه التي مرت في وهم موجودين في سده الحكم. وكان الهدف منها هو تدمير الهويه الشخصيه المصريه، لان هي العصب الحقيقي لكيان مصر ووجود مصر. ولهذا انا باخد الفرصه دي حضرتك وبقول احنا بنحتفل بعد 10 سنوات وبنذكر انفسنا علشان نكون عارفين كويس جدا ان اسباب 30 يونيو وتماسك الشعب ونزولهم بالصوره اللي جنب حضرتك بالملايين في الشوارع لم تنتهي. المؤامره تبدلت من الارهاب او القتل والعنف في الشوارع الى الارهاب الاقتصادي للدوله المصريه. ايوه، علشان يعمل تذمر داخل الدوله المصريه. هذا الموضوع حقا وصحيح انه الازمه الاوكرانيه وموضوع كورونا سبب في وجود ازمه اقتصاديه، ولكن هناك عوامل اخرى من دول اخرى المقصود منها وزياده الازمه على مصر. نعم. والمطلوب مننا زي ما وقفنا يوم 30/6 و3/7 ورا بلدنا وخلف قيادتنا السياسيه، ان احنا نكمل المشوار، لانه هو باقي يعني زي ما بيقولوا كده قربنا ان احنا ناخد الانطلاقه الكبرى اللي جايه، لان احنا قضينا 10 سنوات احنا بنحارب في اعاده الدوله مره اخرى. يعني اذا كنا بنتخيل انه 30/6 و3/7 هو كان الانتصار، ثم يعني ترك لينا كده ان احنا نعدي بالسلام، لا الحقيقه لا. طب احنا في كل يوم وكل لحظه هناك مؤامرات، ولولا التلاحم الشعبي وتحمله للاصلاح الاقتصادي ووقوفه ببطوله والمطلوب مننا في هذه اللحظه حضرتك، احنا في 3/7 وما بعدها في شهر 8 كان هناك اساطيل لدول عظمى موجوده للتدخل داخل مصر. التماسك الشعبي هو وكانت في محاولات مستميته من الناس دي انها ترجع الاخوان تاني للحكم او في المشهد بشكل او باخر. بالظبط. وعايز اذكر تاني ان هذه الموضوعات لم تنتهي. ايوه، احنا متهيألنا ان احنا خلاص وبنحتفل، لا ده احنا بنحتفل علشان ناخد منها وقود ونكمل للمستقبل. صح. معلش انا يمكن اكون خرجت بره الاحتفال. لا بس هي دي الدروس المستفاده، احنا بنركز على ده اللي هو علشان نكمل البنى، وعشان يعني كل ما لغايه دلوقتي يا فندم واحنا بنشتغل وبنعمل وتنميه وتعمير بيتم التشكيك واشاعات وتضليل، والمنابر الاعلاميه اللي هي يعني طالعه من دول تانية انت عارف كانوا بيعملوا معانا ايه ولغايه دلوقتي، فبالتالي المعركه ما انتهتش. بالظبط كده، ده اللي انا يعني حبيت ان انتهز. صح يا دكتور عصام، بس انا اتكلمت في يعني. كل الشكر والتحيه لحضرتك، كل سنه وانت طيب مره تانيه دكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الاحرار.